الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل دائما أجمعين مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان نحييكم بأجمل وأطيب التحية بتحية الإسلام الخالدة دائما فسلام من الله عليكم ورحمة وبركاته وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. شكرا للزملاء الذين سبقوني بالوصف والتعليق على الأشواط السابقة وأتواصل معكم بانطلاقة شوطنا 13 محدثكم متعب بن جبرين الشمري والمخصص الأبكار للإنتاج والمسافة 4 كيلومتر لهذا التحدي وهذا الانطلاق الجميل والذي ينطلق على أرضية ميدان سويحان ومع تسعيرة هجن الرياسة الأولى أبدأ مع الصدارة أتابع المركز الأول من حاف سعيد بن صغير بن علي بن يزرب العامري مع منحاف على المركز الأول بهذا الاندفاع الجميل. المركز الثاني مباشرة جميلة محمد بن مطر بن مطوع الاكتبع على المركز الثاني والمركز الثالث من الجانب الآخر. أشوف القدوم والاندفاع في هذه اللحظات من سيطرة الحميدي بن عبد الله بن حميدي الشامسي على المركز الثالث والمركز الرابع مباشرة غزلان مبارك بن أحمد بن خزع العامري على المركز الرابع والمركز الخامس مباشرة. أشوف القدوم من سمحة جاسم بن حميد بن محمد الحجري على المركز الخامس في هذا الاندفاع الجميل والمركز السادس من الجانب الآخر. أشوف القدوم والاندفاع في هذه اللحظات من الشاهنية محمد بن طبازة بالدودة بن علي العامري على المركز السادس والمركز السابع. يا سلام على هذه الإثارة الذيبة. علي بن سليم بالأسود العامري على المركز السابع والمركز الثامن من الجانب الآخر. أشوف القدوم والاندفاع من سراج محمد بن عبد الله بن محسن البريكي على المركز الثامن والمركز التاسع. أشوف القدوم والاندفاع من فتنة محمد بن دحبة بن صقوح العامري على المركز التاسع والمركز العاشر. أشوف القدوم والاندفاع من الشبلة أحمد بن سالم بن علي الشامسي واختم به النداء الأول للمراكز العشر المتقدمة بهذا الانطلاق الجميل والمثير بتواجد هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة المزينة لأرضيتي وقاعي هذا الميدان. نعود مع الصدارة نعود مع المقدمة لا زالت منحاف ترقص طربا على مقدمتي هذا المسار وهذا الانطلاق الجميل والمثير. سعيد بن صغير بن علي بن يزرب العامري يقود منحاف نحو الصدارة والقيادة. المركز الثاني أشوف الوصول من سمحة جاسم بن حميد بن محمد الحجري على المركز الثاني بهذا الاندفاع الجميل والمثير. المركز الثالث يا من تتابع وتشاهد هذه الانطلاقات فتنة يا فتنة محمد بن دحبة بن صقوح العامري قادم على المركز الثالث بهذا الانطلاق الجميل والمثير. المركز الرابع أشوف الوصول من الشاهنية محمد بن طبازة بالدودة العامري لكن الخطف المركز الرابع في هذه اللحظات من الشبلة أحمد بن سالم بن علي الشامس يقود الشبلة بكل قوة وإثارة. المركز الخامس أشوف القدوم والاندفاع من جميل محمد بن مطر بن مطوع على اكتباع المركز الخامس والمركز السادس. الله على هذا التغيير بين الحين والآخر من شعار إلى شعار. غزلان مبارك بن أحمد بن خزع العامري على المركز السادس والمركز السابع الذيبة علي بن سليم بالأسود العامري مع الذيبة على المركز السابع والمركز الثامن. أشوف الوصول من حفلة ساعد بن حمد بن ساعد الدرع مع حفلة هذا النداء الأول لهذا الشعار قادم على المركز الثامن والمركز التاسع. أشوف القدوم والاندفاع من منصورة خليل بن راشد بن علي الشامسي على المركز التاسع والمركز العاشر من الجانب الآخر. أشوف القدوم والاندفاع في هذه اللحظات من منصورة خليل بن راشد بن علي الشامسي يختم بالنداء الثاني لهذه المراكز هذا الانطلاق الجميل. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء
لمجريات هذا التحدي والانطلاق الجميل. نعود مع الصدارة، نعود مع التغيير اللي جرى وطرى على مقدمة هذا المسار. المنصة بانت وحفلة بحفلة، حفلة على المركز الأول. ساعد بن حمد بن ساعد الدرع على الصدارة والقيادة على المقدمة بكل قوة وإثارة ومتعة على الصدارة. عيد يا ساعد بن حمد بن ساعد الدرع مع حفلة، حفلة على المركز الأول، انفردت بالصدارة، انفردت بالقيادة والريادة على المركز الأول. ساعد بن حمد بن ساعد الدرع على المركز الأول، لاقي على المركز الثاني جميلة محمد بن طار المطوع الاكتب، لاقي الحفلة، حفلة حفلة على المركز الأول، لا تقبل بالهزيمة. تهانينا تهانينا والناموس لصاحب حفلة ساعد بن حمد بن ساعد الدرع فاز المركز الأول. المركز الثاني جميل محمد المطر بن مطوع الكتب، المركز الثالث كان وصول الظبي نابت بن محمد بن خيلة بن محمد العامري، ومركز الرابع كان وصول غزلان مبارك بن أحمد بن خزع العامري، ومركز الخامس كان وصول أشواق سيف بن معيوف بن سالم الدرعي. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء بالناموس مجد مالك حفلة، والتوقيت الزمني 6:08 بل وفي التمام يستاهل مالك حفلة ساعد بن حمد بن ساعد الدرع على فوز المركز الأول انتزاعي صدارة هذا الانطلاق. المركز الثاني كان وصول جميلة محمد بن مطر بن مطوع الكتيب، والتوقيت الزمني الذي قطعته حفلة جميلة كان مقداره، ننتظر تقوية الزمن لقطعته جميلة وكان مقداره ننتظر تقوية الزمن لقطعته جميلة مملوكة 6:08 و4 دقائق من الثواني بألوفة تمام يستاهل مالك جميلة محمد المطر مطوع على الكتبي. والمركز الثالث كان وصول الظبي نابة محمد الخيلة بن محمد العامري، والتوقيت الزمني 6:09 و3 دقائق من الثاني بألوفة تمام يستاهل، وتهاني والناموس لجميع